والنساء، وهب لنا بهم الخير والسعادة والبشارة والأمان. لا تكتب لنا بالشر والضلالة والطغيان. ونبهنا قبل المنايا من نوم الغفلة والكسلان. وأمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ونكل الديدان. وبيض روحنا يوم البعث واعتق رقابنا من النيران. ويبني كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات. وثبت يا رب أقدامنا على الصراط. وأسكننا وسط الجنان. وارزقنا جوار سيدنا ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وأكرمنا بلقائك يا ديان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا. أمين. وجلاء أحزاننا. أمين. وذهاب غمومنا. أمين. وقائدنا وسائقنا لجنة النعيم. اللهم اجعله أنيسنا في الوحشة. أمين. ومصاحبنا في الوحدة. أمين. ومصباحنا في الظلمة. أمين. ودليلنا في الحيرة. أمين. ومنقذنا في الفتنة. أمين. واعصمنا به من الزيغ والأهواء وكيد الأعداء يا رحمن ورحيم. أمين. اللهم حقق بزيادة أمالنا. أمين. واكرم بالعافية غدونا وأصالنا. واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا. واصبب سجال عفوك على ذنوبنا. ومن علينا بستر علوبنا. اللهم اجعل تقواك زادنا واتقتك ذخرنا واعتقادنا. وأمن من الجوع والخوف بلادنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم بلغ ثواب ما قرناه ونور ما تلوناه بروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد عليه الصلاة والسلام ولأرواح آبائه وأمهاته وأصحابه وآل بيته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ولأرواح آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وأجدادنا وجداتنا وأسلافنا وسلفاتنا وأعمامنا وعماتنا ولكل المسلمين والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم ولمات في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين ولمجتمعنا من أجل يا رب العالمين. اللهم اجعل ثواب ما قرناه يا رب كله من صحيفته. اللهم يا رب اهدينا لما هديت. أعطينا يا رب ولا تحرمنا. أمين. ولا تهلنا. زدنا ولا تنقصنا. اللهم يا رب اغفر لجميع المؤمنين. وارحم جميع المؤمنين. أمين. اللهم يا رب اشف مرضى المؤمنين. أمين. اللهم يصلح حال المؤمنين. أمين. اللهم انصر جميع المؤمنين. أمين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا. أمين. وارحم من تسبب في جمعنا هذا. أمين. اللهم يا رب ارحمنا وارحم والدينا وارحم من تسبب في جمعنا هذا. أمين. اللهم يا رب اهدينا للطريق المستقيم. امين. وارحمنا يا رب من كل شيطان الرجيم. امين. وصل يا ربي وسلم على سيدنا والاخرين. اكمل يا امامك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل ذنب. اللهم إنا نسألك ببركة الصلاة على سيدنا محمد تفتح لنا بها أبواب السبع السرادقات حتى العرش وتبلغنا بها هذا الدعاء وتسمع منا هذا النداء بجاه المصطفى ورسولك المرتضى وأمينك على وحي السماء يا رب العالمين. اللهم نورنا بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم أكرمنا بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا بالصلاة على سيدنا محمد. اللهم يا ربي ربي لنا أولادنا ببركة الصلاة على سيدنا محمد. اللهم يا ربي ارحم بفضلك وجودك وكرمك أمة سيدنا محمد بسيدنا محمد وبالصلاة على سيدنا محمد. اللهم اجعلنا بالصلاة على سيدنا محمد من الفائزين. وعلى حوضه من الواردين الشاربين. وبسنته من العاملين. وعلى منهجه يا رب العالمين من المختفين. ولأثره الشريف من المتبعين. اللهم صل عليه صلاة الرضا وكل الرضا وبعد الرضا حتى ترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من أوليائك وأصفيائك وخيرتك من خلقك يا رب العالمين. اللهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين افتح لنا أبواب الخير. اللهم وخير علينا وعلى أمة سيدنا محمد. اللهم يا ربي أصلح أحوالنا ظاهرها وباطنها. اللهم يا ربي أصلح اللهم يا ربي نياتنا. اللهم أصلح يا ربي نياتنا. اللهم يا ربي أصلح نياتنا بفضلك وجودك وكرمك علينا وعلى أمة سيدنا محمد. فإنا من أمة سيدنا محمد وإنا نحب سيدنا محمد ونحن متيقنون بأن سيدنا محمد يحبنا لما لا يحبنا وهو الذي
بكى من أجلنا صلى الله عليه وسلم بعد أن ذهب لزيارة شهداء أحد. فلما رجع صلى الله عليه وسلم بكى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وقال: لقد اشتقت إلى أحبابي. قال الصحابة الكرام: ألسنا نحن بأحبابك يا رسول الله؟ قال: لا، بل أنتم أصحابي، ولكن أحبابي ياتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، الواحد منهم بخمسين. وسكت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال الصحابة الكرام: بخمسين منا أو منهم؟ قال: بخمسين منكم. الواحد من أمة سيدنا محمد بخمسين صحابي من صحابة رسول الله، فيهم اللي هم مبشرين بالجنة رضوان الله تعالى عليهم. قالوا: وكيف ذا يا رسول الله؟ قال: لأنكم تجدون على الخير أعوانا وهم لا يجدون. هنيئا لنا بأمة سيدنا محمد، هنيئا لأمة سيدنا محمد بسيدنا محمد. اللهم شفعه في أمتي بشفاعة يغبطها بين الأولون والآخرون. اللهم يا ربي بالصلاة على سيدنا محمد نور قلوبنا ونور قلوبنا ونور أبصارنا ونور أبداننا، واجعلها اللهم نورا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حشرنا وذلا يوم القيامة على رؤوسنا. وثقل اللهم يا ربي بموازين حسناتنا وأدم بركاته علينا حتى نلقى حبيبنا ونور أبصارنا وروح أبداننا ومنقذنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور، قرة العيون سيد الرجال وسيد الوجود وخير موجود سيدنا محمد، فصلوا عليه.